الحقيقة برضو قبل ما نكمل الكلام على المباراة اللي بتنتظرنا طبعا مع الانتاج الحربي، كابتن محمود الخطيب النهارده كابتن بيبو رئيس النادي كان بيعقد اجتماع مع موسيماني المدير الفني للفريق، وده كان زي ما انتم شايفين في حضور لجنه التخطيط للكوره، كابتن محسن صالح طبعا، كابتن زكريا ناصف، النهارده كمان بيتواجد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكوره. والاجتماع النهارده كان فيه مناقشات كتيره جدا ما بين رئيس النادي والمدير الفني، خاصه ايه اللي بيحتاجه الفريق في الفتره الجايه، ايه اللي بيحتاجه على كافه المستويات. النهارده كابتن محمود كان بيؤكد خلال الاجتماع ده على استمرار دعمه والمسانده الكامله للفريق وجهازه الفني، وانه بيوفر كل سبل النجاح، وبيأكد على طموح الاهلي والمنتمين اليه، انه يعني طبعا هذا الطموح لا يتوقف عند تحقيق اي بطوله، سواء البطوله ديت هنا او في افريقيا. صحيح كابتن محمود الخطيب، يمكن اتعودنا يعني، اكيد كابتن محمود الخطيب الموقف مش غريب عليه، كابتن محمود الخطيب دايما بيساند الفريق بكل قوه، كمان بيقوم بواجباته كمشرف عام، يعني عارفين الكابتن الخطيب هو المشرف العام على الكره، وهو صاحب الملف في ملف كره القدم في النادي الاهلي. كمان يمكن الاجتماع كان مهم جدا في ظروف بيتكلم فيها على الصفقات المميزه يمكن اللي جات النادي الاهلي، من طبعا الاعاره ولادنا اللي كانوا معارين لبعض الانديه، مع صفقات الجديده زي بدري بانون، زي والتر بوايليا اللي قدم مستويات جيده جدا مع الجونه السنه اللي فاتت، نتمنى له التوفيق. كمان العناصر الموجوده دلوقتي، وكمان استعداداتنا لكاس العالم للانديه. مهم جدا ان المشرف على الكوره او رئيس النادي بحجم رئيس كابتن محمود الخطيب، انه دايما بيتابع ملف كره القدم، دايما متواجد في الملعب حتى في التدريبات، الاجتماعات مع موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ، واكيد لجنه التخطيط مع الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، ده شيء مهم. وتوالي هذه المناقشات بتثمر على رؤيه واضحه، من خلال الرؤيه الواضحه ديت اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله لسه في صفقات كمان باذن الله في الطريق. احنا عارفين يا سهام ان النادي الاهلي عنده على مستوى البطولات تحديات كبيره جدا، بدايه بنتكلم على الدوري، بطوله افريقيا، السوبر الافريقي، السوبر المصري، كاس العالم للانديه، فهذا الكم من البطولات بيحتاج دايما التدعيمات، بيحتاج دايما اللعيبه المميزه، واشراف الكابتن محمود الخطيب اكيد اسطوره في كره القدم، عارف طبعا بيتكلم في ايه مع طبعا لجنه الكوره، مع كابتن سيد عبد الحفيظ، مع موسيماني نفسه، بيحدد ملامح الفتره اللي جايه، وده مهم جدا ان احنا دايما بنحضر من بدري، ودي صفه النادي الاهلي، دايما بنحضر من بدري، وان شاء الله يعني نشوف النادي الاهلي يعني 2021 في اذهى حالاته باذن الله، في تألق احسن من تألق حتى 2020 باذن الله. بس طبعا احنا يعني لما بنفتكر كلمه يمكن قالها كابتن محمود الخطيب، ان انتوا يعني وراكم جماهير ما بتشبعش بطولات، ودايما جعانه البطولات، ومن بكره هتسالكم على بطوله جديده، فده اللي احنا برضو يعني أكيد. ده دايما اللي الفريق والنادي بيسعى اليه وعينه عليه باستمرار.